إذا تكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمة ومدخل لدراسة هذا المتن المبارك. الآن نبدأ بدراسة المتن. أول قسم قلنا في هذا المتن ما هو؟ أول قسم عندما قسمنا الكتاب إلى 5 أقسام، المسائل الأربع جمعت في سورة العصر. إذا هذا الدرس الأول. إذا لابد أولا أن نتعلم، لا يمكن أن نعمل بلا علم، ولا يمكن أن نتعلم ولا نعمل. أول شيء تتعلم، تعلمت تعمل حتى يجتمع العلم على العمل. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. أول من تسعر بهم النار نسأل العافية والسلامة 3، منهم عالم تعلم العلم ولم يعمل به. إذا نتعلم أولا، تعلمنا نعمل، عملنا لابد أن ندعو بهذا الذي تعلمنا وعملنا به، ثم نصبر. تصبر على ماذا؟ تصبر أولا على العلم، ثم تصبر على العمل، ثم تصبر على الدعوة. تصنع هذا في الدنيا بإذن الله تجيب عن أسئلة القبر. ما الدليل على هذه المسائل الأربع؟ سورة العصر، أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر. الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لنا أن نقسم إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. كل إنسان فهو خاسر، واستثنى من الخاسرين الذين آمنوا علم وعملوا الصالحات عمل، وتواصوا بالحق دعوة، وتواصوا بالصبر صبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ليس معنى هذا أن الإمام الشافعي لا يريد نزول القرآن، لا، يقول هذه السورة تكفي في قيام الحجة على الخلق، فما بالنا بباقي سور القرآن. وكل إنسان سواء مسلم أو كافر يريد الربح أو الخسارة؟ الربح. إذا من أراد الربح لابد أن يأتي بهذه المسائل الأربع. العلماء رحمهم الله تعالى قسموا الصبر إلى 3 أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدى، نصبر على الصلاة، على الصيام، على الحج، على الزكاة. الثاني الصبر عن معصية الله حتى تجتنب، نصبر عن المحرمات، عن المعاصي، عن الربا، عن الزنا، عن الفواحش. الثالث تصبر على أقدار الله، ما يقدر الله عليك، مرض، فقر، ابتلاء، والله أعلم. المقدمة وفيها 4 مسائل. هذه المسائل هي: أولاً لابد نتعلم، ثم نعمل، ثم ندعو، الأعذاب. صحيح. لو قال لك قائل: الآن هذه النار، وهذا الصغير يمشي ويكاد يسقط في النار، تتركه أو تنبهه؟ من ينبهه في الجميع هنا؟ من الذي يجب عليه أن ينبه؟ لا، هذا فقط يجيب الكل، أو واحد شخص بعيني، أو هذا بعيني الذي يرى حال هذا. تمام، هذا في نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة نسأل العافية والسلام؟ كيف أنت ترى الآن الكفار أوشكوا الوقوع في حفر النيران، تراهم بعينك الآن، أنت وأنت عايش في هولندا، صدق والله، ما تحذرهم؟ تأثم أو لا؟ الآن لو يمشي قلنا الصغير هذا ويكاد يسقط هنا وأنت تراه ومطلع على حاله ولم تنبهه سقط، تأثم؟ يضمنك السلطان القاضي يضمنك؟ نعم. فكيف بنار الدنيا وأنت ترى الآن؟ فلماذا ما نعلم الناس التوحيد؟ في فرق يا أخواننا بين الفتوى. الفتوى هذه لها كبار العلماء، لها القضاة الشرعيين. أما الدعوة إلى الله الذي لا تشك فيه 1%، هذا لابد تدعو إليه. بالله، هل يشك واحد فيكم في التوحيد؟ هل يشك واحد فيكم في وجوب الصلاة المفروضة 5؟ إذا هذا ليست بفتوى، هذه دعوة. الدعوة الذي لا تشك في 1%، هذا لابد تدعو إليه. أما الفتوى لا يمكن أن نتكلم بها أبدا. نعم، ما الدليل على المسائل الأربع؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر. نعم يا أخي، أقسام الصبر 3: الأول الصبر على طاعة الله حتى تؤدى، عن معصية الله، ما يمكن يقول على، نعم عن، حتى تجتنب. والثالث
أقدار إلا ما يقدر الله سبحانه وتعالى عباده. هذا هو القسم الأول. كثير من الناس يريد يجاهد ويقول أنا لماذا لا أجاهد. أول من تجاهد لابد تجاهد نفسك، وجاهد الشيطان، وجاهد النفس والشيطان وعصيهما. أول من تجاهد تجاهد نفسك. كيف أجاهد نفسي؟ بسورة العصر. تريد من الكافر يصلي صح، يتعلم التوحيد، يصوم صح، إذا لابد أولا أنت إذا تجاهد نفسك بهذه المسائل الأربعة قبل أن تفكر في الجهاد، في جهاد يعني الكفار والمنافقين أو ما إلى ذلك. سيأتي معنا بإذن الله تعالى، والله أعلم.